بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا دلوقتي نعمل سيتنج اب للايه، او سيت اب يعني للايه، للديفلوبمنت انفايرمنت، عشان نبدا نشتغل في البيئه بتاعتنا اللي احنا هنبدا نشتغل عليها ونسطب ونركب ونوصل ونجهز ايه الشغل بتاعنا. خلاص تمام. اول حاجه هنعملها ان احنا عشان نشتغل لازم ننزل حاجه اسمها نود جي اس. النود جي اس هي الطبقه الاساسيه اللي اتبنى فوقيها الايونيك والكوردينال، الاثنين اتبنوا كلاير فوق الايه، فوق النود. فالنود هو الاساس، والنود على فكره بيشتغل ويب ابلكيشن. مش عايز استعجل في الكلام عليه علشان لسه ليه وقته، او بمعنى اخر هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر في الويب، لان هي فريم ورك اتبنى في الاساس على جافا سكريبت، وقدر بقى يشغلنا في الويب وفي الموبايل وفي حاجات كتير، كله على الجافا سكريبت. ده قصه طويله وجميله يعني. لكن على العموم لازم يكون ده نازل عشان نبدا كل الحاجات دي تتسطب وتشتغل عليه. خش على 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 على, 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 على البراوزر، وهتخش على نود جي اس دوت اورج. ده اوبن سورس وفري. دخلنا على نود جي اس دوت اورج، وهبدا. طبعا هيبدا يقول لي نوت ايه، ادي الموقع والدوكيومنتيشن داونلودز والكلام ده كله. انا هنزل داونلودز اخر ستيبل، انا بستلم اخر ستيبل يعني اخر ستيبل ايه، فيرجن. شوف بقى انت شغال على ويندوز ولا على ايه ولا ايه. تختار تنزل مثلا، هو نزل لي هنا على طول ايه، ماشي. ممكن تختار ويندوز انستولر، اختار 64 32 بسبانر اكس اي زي ما انت عايز. المهم انا نزلتهم، بعد ما نزلته ابدا اسطبه، وبتسطب عادي جدا مفيش ايه في مشكله. بعد ما نزل ببدا اسطبه عادي، نيكست اي اكسبت، نيكست في المكان هو هو. طبعا لسه هنتكلم عن ان بي ام اللي هي النود باكج مانجر، وده المسؤول عن سيت اب لكل الحاجات اللي خاصه جوه النود. ماشي، انستليشن هيبدا سيت اب، مفيش ان شاء الله اي مشكله. طيب بعد ما بنداونلود النود عشان نتاكد ان النود اشتغل، بنفتح من هنا الكوماند برومبت او السي ام دي، شاشه الدوس المشهوره دي. انا بس ايه اظبط كده على مدى يكمل سيت اب عشان العمى. سكرين باك جراوند اخليه على ابيض، والتكست اخليه اسود او كحلي حلو او كده. ماشي، لا محتاجين كمان نكبر الايه الفونت. تمام، خلاص كده. هو خلاص بيبدا ايه، يخلص سيت اب. بعد ما يخلص سيت اب انا عايز اتاكد من ان النود اتسطب. هنادي على امر بسيط جدا، هقول له عايز اعرف النود فيرجن، الفيرجن بتاع النود اللي نزل دلوقتي كام. طبعا يرد عليا، فاقدر من خلاله اعرف ان النود نزل فعلا ونزل فيرجن كذا. خلاص ونداس فينش، واجي هنا ومكاتب نود وسبيس وداش في. خلاص ما انا عايز اعرف الفيرجن بتاع النود، دوست انتر، قال لي ده فيرجن مش عارف كام 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 كده. تمام خلاص كده الايونيك او اسف النود ديفلت لير الاساسيه نزلت، اقدر اسطب عليها دلوقتي الايه الشغل الثاني اللي هو الايونيك مثلا. فنادي على الان بي ام اللي لسه كنت متكلم عليه من شويه، يعني مثلا عايز اسطب اقول له ان بي ام اللي زي ما اتفقنا نود باكج مانجر، يعني مدير الباكجز بتاعت النود. فاقول له ده جي على تنزل لي ان جنرال، لان ممكن هشوف بعدين كده غير ان جنرال، غير ان جنرال ايه كوردفا كده، هسطب لي كوردفا، او ممكن اقول كوردفا داش سبيس اسف مسافه
ايونيك، يبقى عايزك تسطب لي جنرال الكوردوبا والايونيك، ودوس انتر فهو يبدا يحملهم لي. ما اشتغلش، كل اللي عملته قفلت بس ال وفتحته من الو جديد، قفلت السي ام دي وفتحته من الو جديد، كتبت الامر ان بي ام انستول، مش عارف انا كتبت انستول ولا نسيتها، ان بي ام انستول داش جي كوردوفا ايونيك. فكده النود باكج مانجر عايزك تسطب لي ان جنرال الكوردوفا والايونيك، تقريبا كنت ناسي انستول. فكده هيبدا يحمل من على الانترنت، لازم تكون طبعا عندك انترنت خط مفتوح عشان تقدر يداونلود اوتوماتيك الايه الكوردوفا والايونيك. هيبدا دلوقتي ايه يسطبهم ويحملهم من على الانترنت، يديله وقته. نروح ملاحظين كده، هو خلاص نزل كل ادي كل الفولدرات بكل الحاجات اللي هو نزلها، خلاص عمل لي ليستة كتابة انا مش شايف اخرها، خلاص انا طلع لي ليستة بكل الايه الحاجات اللي هو نزلها. كلام جميل. ممكن عشان اتاكد اعمل كوردوفا داش بي اللي هي الفيرجن بتاع الكوردوفا عشان اشوف الفيرجن اللي نزل بقى فيرجن كام، وبنفس الامر ايونيك داش بي هنا على كورد بستة، قلت له مثلا ايونيك داش بي اشوف الفيرجن بتاع مين بتاع ايونيك. طيب في حاجه كمان، افترض انت منزل كورد ايونيك، منزل نود وعايز تحدث الكلام ده كله، انت كل اللي بتعمله بس بتكتب ان بي ام خلاص، وبدل انستول هتكتب ابديت خلاص داش جي مثلا، وبتكتب ايونيك خلاص وتدوس انتر، فكده بيبدا يحدث مع الانترنت الفيرجن بتاع الايونيك، او كوردوفا فكده بيبدا يحدث الايه الفيرجن بتاع مين بتاع كوردوفا. كلام جميل. انا دلوقتي عايز ابدا اسطب الايه، اعمل سيت اب لابلكيشن جديد. انا قمت جاي قمت عامل فولدر على الدي بدل السي، مش اشتغل على السي، فولدر على الدي وسميته ايونيك وورك، فاضي اهو. قلت له حلو قوي، انا عايز اتنقل الحته دي. فما قال له ايه، عايز اخش على الدي، يبقى اكتب دي كولون بس انتر كده. زي تلاحظوا ان هو كان على السي جوه يوزرز جوه عمر يونس يونس مش عارف ايه. قلت له خلاص الدي خلاص، هو حول نفسه على الدي. عايز بقى اقول له اخش جوه الفولدر اللي هو اسمه ايه ايونيك وورك، فاقول له سي دي يعني تشينج دايركتري ايونيك اندر سكور ايه وورك. حلو، قال لي خلاص يبقى انت كده جوه فولدر الدي جوه ايونيك داش وورك. حلو قوي كده. قلت له بقى عايز ابدا بقى ايه، ابدا ابلكيشن جديد، فاقول ايونيك حلو ستارت، واقوم كاتب اسم الايه الاسم بتاع الابلكيشن ايونيك وستارت واسم الابلكيشن. اكتب مثلا اكزامبل 1 اي اكس 1 اكزامبل الاولاني، ده بالنسبه لي هو الابلكيشن الاولاني اللي هيتفتح على ايونيك. روست سنتر هيبدا يسطب لي ابلكيشن جديد جاهز او تمبلت اساسيه جديده يبدا هو يشتغل عليها. زي ما احنا ملاحظين هيبدا داونلودنج شويه حاجات من على جيت هاب، سواء كان ايونيك ستارتر تابز او ايونيك الابلكيشن بيز الاساسي. هو بيلود كده خلاص، بيعمل انشاليزيشن للكوردوفا بروجكت. بنقول طبعا الام بي ام، لان بي ام اللي هو نود باكج مانجر، مانجر هو ده المصمم خصيصا ان احنا نقدر نقيد باكجز مبنيه في الاساس على النود جي اس، او بروجكتس مبنيه على النود جي اس. في حاجه اسمها باور، باور بي لايت بوك، اصلا معمول عشان تساعدنا ان احنا نضيف اي فرونت اند فايلز. فرونت اند فايلز يعني الملفات اللي بتتعرض في الايه في الشكل النهائي، زي مثلا حاجات الجوكي جي كويري او البوت ستراب او الحاجات اللي هي العرض يعني. يبقى عرفنا الفرونت اند، الحاجات الخاصه بالعرض بتتحمل من خلال حاجه اسمها باور، ودي كلهم وطول مبنيه في الاساس على الايه الاتش ام ال 5 يعني. طيب على العموم، بس قبل ما يعني كنت بدردش معاكم سؤال، يقول لي كرييت ان ايونيك اي او اكونت. انت مكريت اكونت على ايونيك اي او عشان تقدر يساعدك انك تعمل حاجه اسمها بوش نوتيفيكيشن. في المحاضره اللايف اتكلمنا على بوش نوتيفيكيشن بالتفصيل،
لكن دلوقتي مش هنتكلم عليها بالتفصيل، هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي نبرمجها خلاص. بس هنا هنجاوب نقول له ايه، نو اختصار من الوقت. قال له تمام، ومطلع لي كل الايه المعلومات، وقال لي كده انت جاهز ما عندكش ايه مشكله. الابديت امتى؟ لو انت عايز تشوف التفيو الاب بتاعتك خش على view.ionic.io، ايونيك تشير على الايميل، وهنا البلوجرز مفيش مشكله خالص. لو انت عايز تجنريت السبلاش سكرينز اللي بتفتح في الموبايل والايكونز والكلام ده كله من هنا. كلام جميل حلو. تعال نشوف الحاجه دي، ادي ايونيك وورك كان فاضي، نزل فيه الاي اكس اي 1 اي اكس 1، ونزل اللي جواه ادي الفايلز بتاعتي اللي موجوده، ادي ملف الباور ده، في ملفات تانية، في مثلا باكج دوت جيسون. باكج دوت جيسون ده بنحط فيه الحاجات اللي احنا عايزين مثلا نسطبها، على سبيل المثال يعني بنزل لها سيت اب اول لما الابلكيشن ده يشتغل، الحاجات اللي هي اللي بيعتمد على الابلكيشن تكون نازله يعني. في ملف مثلا الكونفجريشن دوت اكس ام ال، بنحط فيه شويه معلومات عن الاوثر وشويه معلومات عامه كده، بريفرنسز عامه يعني، وشاب بلاجنز وكلام زي كده خلاص. ده الكونفيج دوت اكس ام ال. وفي ملفات ثانيه اخرى مهمه برضو، بس كل حاجه هتيجي في ايه؟ في ساعتها. ماشي كده، يبقى بصينا بصه على الفولدرات اللي موجوده عندنا. عايزين نعرض الابلكيشن ده، الابلكيشن ده كده تمبلت جاهز، في شويه حاجات بسيطه عايزين نعرضه. عايزين نعرضه ايه؟ البريفيونج الابلكيشن. عشان تعرض الابلكيشن عندنا احنا كاتبين كود، ما كود ده مثلا كود كده شبه الاتش ام ال، مثلا ايون ناف بار يعني ايونيك نافيجيشن بار، ومقفول تحتيه ايونيك نافيجيشن فيو بار وفيو. جوه الناف بار عملنا ايونيك باك باتن فطلعنا زر الباك. مثلا عندي ثلاث طرق ان انا اعرض الكلام ده. اول نوع ان انا اكتب امر اسمه ايونيك سيرف، وايونيك سيرف ما انا عايز اعرضه على البراوزر، فبتعرض لي في البراوزر كده وانا اشتغل زي ما انا عايز. في ايونيك ايميوليت، وده بيشغلك على ايميوليتور لو انت مسطب ايميوليتور على الجهاز الكمبيوتر، يعني ايميوليتور كده بيماثل او يحاكي اكنك معاك موبايل بس جوه الايه ايميوليتور ده. ساعات بنستخدمه مثلا لما يكون بتشتغل على نوع معين من انواع الموبايل مش متوفر لك دلوقتي، تنزل الايميوليتور عشان تتست الحاجه ان هي شغاله على الايميوليتور مظبوط. ايونيك ران، وده معناه انت عايز ترن على جهاز متوصل بيو اس بي على الكمبيوتر، يبقى اما موصل جهاز فيزيكال في ايديك بتاعك موصله على السي بي يو بتاعتك وعايز تسطب عليه البرنامج وترنه، يا اما ما عندكش الموبايل فبتشغل ايميليتور، يا اما بتشغل على براوزر، وكل واحد بنستخدمه في حالات معينه. يعني البراوزر انستنت بريفيو بتشوف على طول مفيش مشكله، بنقدر نستخدم البراوزر عشان نعمل ديبج للكود، لكن في شويه حاجات ما نعرفش نتستها عليه تبقى مشكله، زي ان احنا التاتش سكرينز بلوتوث مش عارف ايه، حاجات بتبقى واقفه قدامنا ما نقدرش نستخدم حاجات النيتف بالذات كلها بتاعت الكوردوفا زي الكاميرا والمش عارف او بلاش او زي البلوتوث والواي فاي والكلام ده كله. لكن في الحاجات السريعه بنحب نستخدمه، في الحاجات اللي بتبقى مرتبطه بويب سايت وبالسيرفيس بنستخدمه. الايميليتور ميزته ان بقدر يعني اجهزه كتير، بقى اقدر استست على اجهزه كتير. مشكلته الحقيقيه سلور، يعني سلور ده بطيء ببطء السلحفاه يعني، بطيء جدا جدا جدا، ده اللي بيخنق اي حد بيشتغل عليه. ديباج ابيليتي ثرو ايميليتور، بتقدر تديباج من خلال ايميليتور، وتقدر طبعا تشتغل على التاتش سكرينز والكلام ده كله، بس برضه مش بالحساسيه بتاعت الجهاز العادي. قال لك رن بشرع الجهاز العادي بقى مباشره، ايه المميزات والعيوب بتاعته؟ اوحش حاجه فيه ان هو برضه بيبقى بطيء على ما يبدا، اكنك بتعمل بتنقل الاي بي كي او بتنقل الاي بي اي او اي يعني اي اكزكيوتبل فايل تنقله وبتسطبه، فساعات بياخد وقت. بلاتفورم تول بتديبج ببلاتفورم تول. تاتش طبعا الريل عادي جدا، تاتش مباشر مش اي مشكله، فول اكسس للنيتف اي بي اي، كل حاجه بتقدر تجرب. هنا هو ده اللي هيظهر للكلاينت، ده بتحاول قدر الامكان، ده لا، دي الحاجات الاساسيه. دي الثلاث طرق اللي موجوده عندنا عشان نعرض الموبايل او نعرض الابلكيشنز اللي عملناها بالايه؟ بالايونيك. طيب كلام جميل، عرفنا الثلاث طرق كده على السريع. تعال نجرب طريقه جميله من الطرق ديت.
ايونيك سيرف نشغل على البراوزر. عايزين نروح فين؟ ايوه قلت له عايزين نتشينج دايركتوري ونخش على كان اسمه ايه؟ اي اكس 1. حلو، قال لي كده جوه ايونيك وورك وجوه الاي اكس 1. انا جوه الاي اكس 1 عايز اقول له ايه؟ ايونيك سيرف اشتغل، دوس انتر. المفروض دلوقتي يقدر يحاول يعرضه لي على البراوزر، فبيقول لي في كذا عنوان، تحب تشتغل كده كاي بي ولا تشتغل كلوكال هوست؟ واختار، تكتب واحد يشتغل اي بي، تكتب اثنين يشتغل لوكال هوست. قلت له ماشي اشتغل لوكال هوست. اخترت اثنين، دوست انتر، بدا يشغلوا لي، قال لي لوكال هوست وقوموا على بورت 8100. وادي الايه؟ الابلكيشن بتاعنا. وادي طبعا مش باين قوي ان هو الابلكيشن بتاعنا، بس احنا يعني ممكن نخش، وده هنستخدمه كتير. اخش كده من المنيو واخش مور تولز واشتغل على ديفيلوبر تولز، عشان افتح بقى الديفيلوبر تولز بتاعتي. ادي الديفيلوبر تولز، طبعا فيها شويه امكانيات بقدر ادبج بيها واشتغل بيها واشوف الكود اللي مؤثر هنا وهنا، ودي اساسها جاي لي فين ودي اساسها جاي لي فين والكلام ده كله. والاليمنتس والكونسول و و و وحاجات كتير جدا اقدر اشوفها واتستها واشوف اللي بيحصل ايه مع كل العمليات. ده هنتكلم عليه بقى بالتفصيل وقت شغله. لكن اللي يهمني دلوقتي ان انا عايز اتسته كموبايل، فبدوس هنا على الديفايس مود. خلاص، فكده طلع لي شكل الموبايل زي ما احنا شايفين. بختار مثلا نوع الموبايل، ابل ايباد، كده اتعرض لي على الايباد، ايفون 4، فبتعرض لي جوجل نيكسس 10 7 4 6 زي ما احنا عايزين. في عندك بقى اجهزه جالاكسي، مش عارف نوكيا الى اخره، حتى على لابتوب مثلا بالتاتش بتاعته الى اخره. انا مثلا هشتغل مثلا كده بس. خلاص، ده كده شكل الايه، شكله هيتعرض بالشكل دوت. ماشي، نتورك، بيقول لي تشتغل على نتورك ولا لا؟ قلت له مش وقته دلوقتي. وانا السكرين ممكن احدد اللي انا عايزه فيها. حلو قوي، ادي الايه الشكل بتاعي، الداشبورد بتاعتي هنا اهو. ادي كده شكل التابس، شكل المنيو اللي موجوده، ونخش على اي ايتم فيها، شكل الايتم الموجود. خلاص، اكونتس اون واوف والى اخره. ده الشكل العام بتاع الايه، شكل الموبايل لو هيتعرض على ايفون 4. ده اول واحده اللي هي ايه، بنبريفيو الحاجه بتاعتنا بسيرف على البراوزر.